وللحديث عن التطورات السياسية في تونس وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، معنا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي التونسي دكتور كمال العيفي. أهلا بك معنا دكتور كمال. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. دكتور كمال، يعني لماذا اعتبر التونسيون ما جرى وسط العاصمة حدثا استثنائيا، وكيف تفسر هذا التضامن الشعبي رغم أن الرواية الرسمية أشارت إلى أن عناصر الجمارك كانت تتعامل مع مهرب؟ في الحقيقة هذا التفاعل كان مسألة طبيعية وعادية جدا، لأنه الباعة المتجولون في تونس معروفون وكل الناس يعرفونهم، حتى أبناء الأحياء التي يعملون فيها. والقضية هي ليست قضية تهريب، وإنما هي باعة متجولون ليعملون خارج إطار النظام البلدي وهو وداخل مدينة تونس. وكثيرا ما تلجأ بلدية تونس إلى إزاحة الأماكن التي يعملون فيها بهدوء، ولكن هذه المرة تعاملوا مع هذه المسألة بطريقة عجيبة جدا أمام الناس جميعا، ووقعت عملية إطلاق النار كذلك أمام الناس جميعا في الشارع، وكان لها وقع كبير جدا، ومن الطبيعي أن يكون لها هذا الوقع، خاصة وأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في تونس في حالة احتقان شديد منذ مدة، ومنذ انقلاب 25 يوليو في تونس، خاصة وأن المواد الأساسية فقدت من مدة طويلة وليس هناك أمل لرجوعها في القريب العاجل، وفي كل مرة مادة من المواد الأساسية تنقص، والشعب والحالة الاجتماعية محتقنة جدا وقابلة للاشتعال في أي وقت، وتنتظر أي بادرة أو أي وسيلة من أجل ذلك. يعني من الممكن أن يكون ما حصل مؤشرا لما هو آت برأيك؟ هو ما هو آت بالضرورة، يعني نحن ننتظر ليس ثورة مثل التي حصلت في وقت البوعزيزي، ولكن قد تكون آنف هذه المرة، لأن الحالة الاجتماعية قاسية أكثر من اللازم، ولأنه كذلك الأجهزة القديمة عادت إلى العمل وكأنها تفأر من الثورة وتفأر من الشعب التونسي. أجهزة طوى الشعب التونسي صفحتها في ثورة 2010-2011، ولكنها لم تنسى أنها عندما أزيحت من السلطة وعندما خرجت من المشهد خرجت بطريقة مدلة، فالآن تعمل براثنها بطريقة قوية جدا في الشعب التونسي. عادت مثلا الرقابة على المعارضين ليلا ونهارا، عادت كذلك عمليات القمع، عادت كذلك تدين الصحافة ومنع الصحافة الحرة من الكلام، وعادت كذلك عدم ترك الناس اللي يتظاهرون في الشوارع. يعني كل ما هو مظهر من مظاهر الدكتاتورية عاد بطريقة أفظع. في هذا الإطار الدكتور، يعني أين ذهبت وعود الرئيس قيس سعيد بإنهاء ما كان يصفها بتداعيات المرحلة السابقة؟ لماذا فشلت قراراته الاستثنائية كما وصفت أو كما أحب أن يصفها بتغيير الواقع الاقتصادي في تونس برأيك؟ في رأيي كل ما كان يقوله كان تقية، وكل ما كان يقوله كان يتلاعب بألفاظ أمام الشعب التونسي، واستطاع للأسف الشديد استطاع استبالة الشعب التونسي بهذه الألفاظ وبهذا الكلام، مثل ما قال سابقا، وكانت سببا رئيسيا من أسباب التضامن معه أنه التطبيع خيانة عظمى، ولكن ورأينا بوادر للتطبيع لولا الممانعة الداخلية الموجودة في تونس لأقدم عليها منذ مدة. برأيك هل قدم الرئيس قيس سعيد ضمانات لعدم انزلاق الأمور إلى ما قبل الثورة التونسية؟ هل هناك ضمانات حقيقية قدمها ويمكن الاستفادة منها ومحاججته بها؟
لا يستطيع أن يقدم ضمانات قيس سعيد لا في السابق ولا الآن. قيس سعيد هو ليس رجل خارج من الوسط السياسي ولا من الوسط النضالي ولا من الوسط الاجتماعي. قيس سعيد اختير بالضرورة ضد مرشح آخر كان الشعب التونسي يعتبره فاسد اقتصاديا وماليا، ولكن قيس سعيد ليس لديه ضمانات يمكن أن يقدمها، خاصة وأن هناك شعور لدى الشعب التونسي وشبه قناعة اليوم أن قيس سعيد هو مرحلة من المراحل التي قد تنتهي قريبا، وأن المطبخ الذي يصنع السياسة التونسية سواء إقليميا أو خارجيا قد يتخلى عن قيس سعيد في أي وقت إن هو لم يكن بال القوة المطلوبة التي جاء من أجلها، ولكنه في الحقيقة لا يستطيع أن يقدم ضمانات. قدم سابقا وعودا وهذه الوعود لم تكن واقعية ولم يكن قادرا على الإفاء بها، بل لم يكن قادرا على الإفاء بجزء بسيط منها، لأنه الآن تونس بدون برلمان وبدون حكومة حقيقية وفاعلة وبدون مؤسسات دستورية وبدون إعلام حقيقي يعكس الواقع في تونس. الحالة التونسية حالة خراب سياسي كبير جدا وفراغ لا يملأه أحد حتى الآن. نعم، ولكن الرئيس قيس سعيد يعني له مبرراته التي ذكرها دائما بأنه يتمسك ب أنه ينفذ القانون وينفذ الدستور. ما رأيك بهذه المبررات؟ هو ألغى الدستور، فما الذي سينفذه؟ وألغى القوانين، ما الذي سينفذها؟ نحن الآن في تونس تقول أن قيس سعيد لم يبر بالقسم وخان القسم الذي أقسم عليه، لأنه أقسم على المصحف أن يحافظ على الدستور وأن يحميه، ولكنه في أول منعطف من المنعطفات ألغى الدستور تماما وألغى القوانين وألغى المؤسسات الدستورية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، قيس سعيد لما جاء وكانت شرعيته على أساس أنه سيحاكم الفساد وأنه سيقضي على الفساد، فرأينا أن الفساد قد ازداد ووصل إلى درجة قتل الناس في الشوارع. دكتور، يعني كيف تقرأ إعادة فرنسا منح التأشيرات للتونسيين بهذا التوقيت بالذات؟ هل هناك أو هناك من يعتبر ذلك دفع لربما للنظام السياسي القائم؟ أبدا، هي حسابات فرنسية داخلية، لأن فرنسا أعلنت مؤخرا كونها في حاجة إلى استجلاب أكثر من 500,000 عامل وموظف أجنبي، وستعتمد على مستعمراتها، وهو قرار فرنسي داخلي اتخذ ليس بخصوص تونس فقط ولما كثير من الدول الأفريقية، حتى تخرج نفسها من المأزق الذي وقعت فيه فرنسا في غياب كثير من العبان والموظفين، خاصة بعد أزمة كوفيد 19 التي بعدها تخلى كثير من الناس عن أعمالهم سابقا. نعم، ختاما دكتور، يعني كيف يمكن الخروج من هذا المأزق السياسي برأيك الذي وصلت إليه بطبيعة الحال تونس؟ هل تكفي الدعوات لمقاطعة الانتخابات القادمة؟ ليس هناك في رأيي وفي رأي أغلب الطيف السياسي والمتابع للشأن التونسي من حلين اثنين. الأول هو أن يتنازل قيس سعيد إلى الطيف السياسي ويتحاور معه ويضع يده في يد المعارضة السياسية وغيرها من الجهات الوطنية التونسية من أجل الخروج من الأزمة. الحل الثاني هو الكارثة بأتم عن الكلمة، لأن قيس سعيد أثبت إلى حد الآن أنه لا يريد الحوار مع أحد ولا يريد حلحلة الأمور، ويريد بالبلاد أن تصل إلى الحالة الليبية في أيام معمر القذافي إذا واصل في هذه الحالة. نعم، إذن كنت ضيفا عبر الهاتف من باريس الكاتب والباحث السياسي التونسي الدكتور كمال العيفي، شكرا جزيلا لك.